20 ابيض و70 قديم و70 قديم قديم عشرين ابيض 3 و50 انا هاكلك الوقت اهو تاني ان شاء الله صغير 275 في كله ماشي اكتبهم لي بقى والله هجيبهم لك النهارده نعم عشان انا طيب انا معايا تخصيصين ماشي عيد على محمد كده طيب 595 جنيه بقى يا حساب زودي 90 يا ام سامر ماشي يلا 590 هو يستأذن بس يطلع بره لأنه هو متضايق من كل الناس دول. أيوة شاكين نحن والله. أيوة السلام عليكم. معاه شغل بس. موجود أي. نعم 11:30. ب34 وده بيور الماني بيعمل 25 جنيه وده الروم الروم عامل كده انا عارف السعر على الصفحه الروم عامل كام يا لازم 54 جنيه الروم الاسمر عامل 54 جنيه بطه بيور الماني ما شاء الله ما شاء الله ممتازه يا جماعه الابيض على وشه عامل 26.5 ابيض شباب جديد عامل 27.5 52 الرومي الرومي 52 يا جماعه مش 54 الرومي 52 مش 54 الرومي الروم ما شاء الله من 5 ايام عامل 52 جنيه عامل 52 جنيه يا جماعه الروم عامل 52 جنيه البطه البيور ده عامله ما شاء الله 25 جنيه دي بطه شركات دي بطه شركات ما شاء الله ممتازه السمان موجود بسبعه موجود سمان 8 جنيه عمرين البلد عامل 8.5 الشاشه عامل 13 جنيه ونص الهدي النعال عامل 13 جنيه ونص البلد عامل 8 جنيه ونص الفيوم عامل 11 جنيه ونص الابيض عامل 27.5 تاج الديوك على وشه عامل 26.5 البط المولر والمشرق عامل 34 جنيه في اسعار تانية عايزين تعرفوها الو السلام عليكم ايوه السلام عليكم الروم 52 ايوه الروم اسمر 5 ايام
اصل دمياطي عامل 22 جنيه عمره 3 ايام، بط دمياطي عمره 3 ايام، بط دمياطي اللي هو البط الجديد يا جماعه اللي الناس دي احنا منزلينها جديد، عامله 22 جنيه عمره 3 ايام، عامله 22 جنيه عمره 3 ايام. في بط فرنساوي، بط فرنساوي عمره 5 ايام عامل 20 جنيه، بط فرنساوي عمره 5 ايام عامل 20 جنيه. البط البيور ده عامله 25 جنيه، بط البيور ده عامله 25 جنيه. البط المولد عامل 34 جنيه، البط المشرف عامل 34 جنيه، البط المولر عامل 34 جنيه. التليفون اللي بيضرب ده بتاع مين؟ السمان عامل 7 جنيه، والسمانه الكبيره عامله 8 جنيه، عمره 3 اسابيع عامله 8 جنيه، والسمانه عمره اسبوعين عامله 7 جنيه. والابيض زي ما قلت لكم عامل 26 ونص على وشه، فالشبيوك عامل 27 ونص. الاسعار ما نزلش يا جماعه، احنا اللي منزلين الاسعار النهارده ليكم، احنا اللي عاملين لكم عروض على الاسعار النهارده. الاسعار لسه ثابته، الاسعار اللي متابع البورصه هيبقى عارف الاسعار لسه ثابته ما نزلتش، بس احنا اللي منزلين الاسعار النهارده بس لكل اعضاء الصفحه ان شاء الله. لاي حد مش عارفنا عن طريق الصفحه هياخد بالاسعار اللي احنا بنقول عليها دي باذن الله. كمان كده قلت لكم كل الاسعار. فيومي ديوك بس مش متوفره يوميا، ما هيش بتيجي يوميا. لا ماشي معاك والله، لما تيجي بالمثل عنها على الصفحه، لو حد عنده متابع الصفحه هيقول لي. كل علب بكام؟ حد ب 25 جنيه علب. تاريخ 65 الروم 52 اكيد. ايوه انا عاملها الصفحه 54 عندنا. ايوه ايوه هنقول ليك 60 ناقص ما جبنا اهو. والبيور عامل 25؟ ايوه. ما انت عايز 45 جنيه. صفحه ممتازه. 45 جنيه. انا ما كنتش عارفه اصور بقى الشغل ده، ما كنتش اصور بقى الشغل يا جماعه. متصور في بس قبل كده على الصفحه، اللي عايز يشوفه يرجع له. اللي عايز يشوف بقى الشغل متصور في بس، احنا عاملين بسين قبل كده وثلاثه على الصفحه، اللي عايز يشوفه يرجع له. اما انا قلت اوريكم بس الوقت ايه الرومي لما وصل، قلت اوريه لكم بما ان الرومي ما اتصرفناش بقاله فتره يعني، فلازم يكون بس خاص بالوحده. اي استفسار خاص بالاسعار يا جماعه، اي استفسار بخصوص الاسعار قولوا لكم. انا تقريبا ذكرت لكم كل الاسعار، كل انواع الكتاكيت موجوده، كل انواع البط موجوده، روم اسمر موجود، سمان موجود، يعني باذن الله كل حاجه موجوده، كل انواع الطيور موجوده ما عدا الارانب. كل حاجه موجوده ما عدا الارانب والروم الابيض. احنا ما بنشتغلش في الارانب، والروم الابيض ان شاء الله هنجيبه قريب في الحاجز. الروم الابيض الحاجز ان شاء الله، وهيبقى في ان شاء الله بكره بعد العيد. تعيدوا كده تاخدوا روم ان شاء الله. والروم الاسمر كنا بنستنى، بس بقالنا فتره بنستنى اما الجو يتحسن يعني، ما لان هو ما بيستحملش البرد، فكنا بنستنى بس اما الحراره تطلع ونجيبه. فبما ان الجو ما شاء الله اتحسن الجو كده مناسب، فجبناه باذن الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موجود موجود ايوه وصل حالا. سلام سلام. بالنسبه يا جماعه للارتفاع اللي حصل في درجات الحراره، ناخد بالنا نظبط الحراره للكتاكيت، يعني مش الحراره اللي احنا كنا عاملينها لهم مثلا في الشهر او في الجو، مش هنمشي عليها الوقت بحيث تروح نجيلها في احتباس حراري. هننزل الحراره يا جماعه، لو اللي كان بيعمل لمبه 200 هتبقى لمبه 100. الحراره تظبط يا جماعه ملائمه مع الجو، الجو الحراره رفعت. واللي عنده فراخ كبيره طبعا ما فيش لهم لمبه دلوقتي، اللي عنده فراخ كبيره هيفصل عليهم الحراره دلوقتي، اللي عنده فراخ كبيره يفصل الحراره دلوقتي. ما يشغلش في الجو ده لمبه الفراخ كبيره، انما الصغيره تشغلها لمبه صغيره. ولو الجو حر قوي بالنهار لا ممكن لمبه بيضاء عادي، وبالليل لمبه حمراء.
الجو ده مناسب جدا 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 للتربيه. بس ناخد بالنا يا جماعه نفصل ما بين ان الجو كان برد والجو حرر، يعني مش الحراره اللي كنا ماشيين عليها في الشتاء هنمشي عليها دلوقتي، بحيث ان الكتاكيت ما تبقاش معاك في كراسي حراره. انا قلت بس اوريكم رومي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.